سلام عليكم. تحدي نخلي رونالدو جونيور يصير عملاق. مثل ما تشوفون رونالدو جونيور الطاقة 64، العمر 14 سنة، الطول 130 سنتيمتر، الوزن 35 كيلو. فبمقطع اليوم كل هدف راح يسجله رونالدو جونيور راح يزداد طوله من 130 سنتيمتر إلى 300 سنتيمتر. هل نستطيع نوصل رونالدو جونيور إلى أكثر من 3 متر؟ راح نشوف بمقطع اليوم. الهدف يساوي زائد 5 سنتيمتر، الأسيست يساوي زائد 3 سنتيمتر، الضربة الحرة أو الدبل كيك يساوي زائد 15 سنتيمتر، الفوز يساوي زائد 5 سنتيمتر. طبعا يا شباب هذا ثاني فيديو لرونالدو جونيور بالقناة. المقطع الاول سويناه كل هدف يسجل رونالدو جونيور راح يزداد 1، وهذه صورة المقطع اللي ما شافه خلي يروح يشوفه، جاب اكثر من 800,000 مشاهدة. المقطع كان جدا رهيب. فبمقطعنا اليوم نريد اكيد المقطع يصير عليه تفاعل قوي، ونريد اكثر من 20,000 لايك، فالكل يحط زر اللايك، واذا انت جديد اشترك بالقناة. طبعا شباب بما انه رونالدو جونيور بطاقة 64 راح نلعب اول مباراة متذيل الدوري السعودي نادي الحزم، طبعا متذيل بلحظة تصوير هذا الفيديو. يلا يلا يا نادي النصر كريستيانو رونالدو مع ابنه يا شباب بالمباراة الأولى والتحدي الأول رونالدو جونيور القزم. خلينا نشوف ايش راح يسوي وكم راح يزداد طوله بالمباراة الأولى، وهو اللي حرك الكرة. اوف شوف الطول يا شباب، تعالوا لي شوفوا لي الشكل رونالدو جونيور. هو يا شباب هو الرقم ما اعرف ليش مختفي، يعني الصراحة جلتشات فيفا، وحتى هنا يعني طالع الملابس ما اعرف كيف صايرة، لكن هو الشكل، شوف الشكل، هو رونالدو جونيور، يعني هذا واضح انه هو رونالدو جونيور مثل ما تشوفون. ويلا بسم الله بداية المباراة، وخلينا نشوف ايش راح يسوي كريستيانو رونالدو مع رونالدو جونيور. اهم شيء اكيد يتطور رونالدو جونيور يا شباب ويزداد طوله. يلا روح هي يا رجل، كريستيانو نزل رونالدو يلعب، العب هناك الاساديو مانية، هي رونالدو جونيور ممكن بالدبل كيك، يا ولد اقطع، والله قصير يا شباب، هل قصر بالزايد يعني ولا كيف؟ لا 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 هدف علينا، رونالدو جونيور صار اقصر واصغر، يا رجل شنو هذا؟ الكرة اكبر منه واصلة ركبته تقريبا، يا سلام، العب الابوك، العب الابوك، اسيست يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري، اول اسيست من رونالدو جونيور لابوه، يا سلام، العب رونالدو جونيور يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري بالقدم الضعيفة والكرة بالشباك، وازداد بالطاقة يا شباب زائد 5 من هذا الجول. حلوة كريستيانو إلى جونيور، جونيور يا قصير، رونالدو جونيور 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 جونيور، الله بوم، أوف والله خطير. شوفوا شباب عندنا رونالدو جونيور هناك واقف، يعني هل يقدر يستلم ويصوب؟ هل يقدر يستلم مثلا ويصوب؟ تخيلوا لو عالية عالية عالية، حلوة روح روح، طبعا مو سريع لكن يعدي، يا سلام العب لابوك، هي كريستيانو، الله زائد 3 سنتيمتر، والله ولعها من اول مباراة رونالدو جونيور. لا 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 هذه خطرة، هذه خطرة، حارس، لا 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 3-2 الفوز مهم، ب5 سنتيمتر لازم نفوز. حلوة روح رونالدو جونيور 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 جونيور، الله كل مرة الحارس بهذا الشكل. لا خلاص خلاص انتهت المباراة، فوز زائد 5 على الانتصار، وبهذا تخلص مباراتنا الأولى زائد 16 سنتيمتر. بعد المباراة الأولى وصلت طاقة رونالدو جونيور لل 70، طول زاد عندنا 16 سنتيمتر فصار 146 سنتيمتر، الوزن 45 كيلو حاليا. يلا نروح لمباراتنا الثانية راح تكون ضد نادي الأهلي، ويلا بسم الله دخلنا لمباراتنا الثانية ورونالدو جونيور هذا هو مثل ما تشوفون، اضغط يا رونالدو، العبها جو هي، يلا دبل كيك، جول جول، لو لو لو، كم ممكن زائد 15، يا الله راحت عليها بالعارضة، اوف حلوه، يلا تاريسكا اصعد، يلا خلي اسجل خلي اسجل خلي اسجل خلي اسجل يا شباب، ما بيها اي نقطه ولا اي سنتيمتر، لكن خلينا نتقدم بالنتيجه. حلوه رونالدو جونيور 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 جونيور، حطها حطها حطها، لا هذه خطرة هذه خطرة، رياض اف والله خطير، 1-1 عادلوا النتيجة، الله يستر الله يستر، والله اسبينا خلصنا من جول، لا يا شباب لا، كيف يدخل بهذا الشكل سام ماكسيمان هدف ثاني، والله الاهلي تقدموا علينا ولحدنا ولا نقطة لرونالدو جونيور. حلوة رونالدو جونيور، سجل سجل يا يا جونيور، خلصت المباراة الأولى ضد نادي الأهلي، راح نلعب ضدهم مباراة إياب يا شباب، بسبب الخسارة لازم نلعب ضدهم مباراة إياب. اصعد اصعد اصعد، حلوة هي، ما وصلت ما وصلت، كانت محاولة لا بأس فيها، ضاعت يا الله. والله الأهلي قوي يا شباب، الأهلي مو طبيعي. العب 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 تاليسكا تاليسكا، اسيست،
اسيست يا الله كم ممكن زائد ثلاثة. يلا وصل الهيا وخله هو يصوب يا رب يسجلها. هي يا رجل وين الله بلنتي بلنتي صح اذا بلنتي زائد خمسة الجول يا رب ما يضيع. يلا رونالدو جونيور يا سلام زائد خمسة خذ لك زائد خمسة على هذا الجول يا سلام عليك. خليه يزداد طوله شوية شباب حتى طاقته بعد تزداد ويتطور اللاعب ونقدر نفوز بالمباريات الجاية. لا يا شباب لا لا يا شباب لا. حلوة رونالدو الى ابنه يا رجل شنو هذا القائم يا الله تصويبه حلوة لكن القائم الله ان شاء الله ماكو اوفسايد ماكو اسيست لعب اسيست لساديو ماني زائد ثلاثة على هذا الاسيست صارت النتيجة 2-2 اتمنى نفوز حتى ناخذ زائد خمسة. انتهت المباراة ما قدرنا نفوز للاسف على نادي الاهلي. وصل للطاقة 75 رونالدو جونيور الطول كان 146 زائد 8 صار 154 والوزن صار عندنا 55. مباراتنا الثالثة راح تكون ضد نادي الاتحاد. والله الطول حاليا صار احسن يعني شوف اللاعب 154 سنتيمتر يعتبر جيد. حلوة روح رونالدو جونيور يلا يلا ارجوك يا سلام يا عمري على الاتحاد هدف وزائد خمسة يا شباب احنا محتاجين الى زائد 15. لا حمد الله واحدة 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 واحد واحد. حلوة رونالدو ارجع لابنك يا سلام العب الساديو ماني اريد جول الله والله اسيست يا شباب والله اسيست زائد ثلاثة على هذا الاسيست تستاهل يا رونالدو جونيور. لا لا 2-2 يا الله ارجع له جونيور جونيور اضرب الله هو يا الحارس يلا جونيور يلا يلا هي هي ارجوك يا حارس. شباب لازم يسجل بعد جول حتى يطول شويه اريد يسرع ملاق يلا يلا جونيور يلا جونيور هذه 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 بلمسه يد لمسه يد لمسه يد بلنتي 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 هو يحصل عليه بعد لمسه يد فابينو بس خلينا نشوف هل البلنتي صحيح او لا. والله هو صوبها و ما واضحة هي لكن ممكن تكون إيده لإيده خارج جسمه. يلا يا أرجوك أرجوك هي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عطنا سي عطنا سي إي إي وين 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 يلا الاحتفالية هي 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 سي يا سلام عليك يا سلام. ما أريد نخسر المباراة أرجوكم أرجوكم لا نخسر هذه المباراة لا 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 لا, لا كانتي شباب لا نخسرها لا 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 يا شباب لا دقيقة 85 يا الله يلا يلا ممكن ما ينطينا هجمة خلاص صفر الحكم نهاية المباراة للأسف زائد 13 طلعنا من هذه المباراة فقط. اوكي شباب اوقفوا ليش انتهت المباراة لا عندنا اشواط اضافية النتيجة تعادل والله نقدر نسجل عندنا اشواط اضافية بعد هسه بدت الاشواط الاضافية 3-3 مثل ما تشوفون فوق يعني علاش ننهي المباراة لا ما تنتهي المباراة اكيد لا لا 111 دقيقة افا يا شباب افا خلاص والله دمرونا والله دمرونا انا مركز بس على رونالدو جونيور وهاي سبب الخسائر. المباراة الجاية هي اهم مباراة راح تكون ضد الهلال اكيد يا رب يا رب يا رب يا رب يلا تاليسكا يلا روح ادخل ادخل تاليسكا العب هي يا سلام يا سلام زائد خمسة اي 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 رونالدو جونيور ما عليه يا شباب خسرنا لكن سجل هاتريك بهذه المباراة مجنون يا رونالدو يا جونيور. خلصت المباراة سجل هاتريك 3 أهداف هذه 15 واسست هذه 18 يا شباب زائد 18 سنتيمتر طلع من هذه المباراة. رونالدو جونيور وصل للطاقة 80 الطول حاليا 172 سنتيمتر والوزن 65 كيلو ويلا هسه مباراة رونالدو جونيور مع النصر الأخيرة ضد نادي الهلال. طبعا بعد هاي المباراة راح ينتقل لفريق اخر لكن قبل كل شيء تحط لايك يا صديقي والاشتراك اذا انت جديد اتمنى تشترك بالقناة ويلا خلينا نكمل الفيديو. 172 سنتيمتر يعتبر الطول جيد هذه المرة يا شباب. حلوة رونالدو جونيور يلا الله يا وحش بالدقيقة الثانية مباشرة على نادي الهلال وزائد خمسة يا شباب هدف الاول لرونالدو جونيور. لازم نركز لازم نفوز لازم نخله يصير عملاق قبل لا ينتقل للفريق القادم. كريستيانو العاب لابنك يا سلام يا سلام زائد خمسة هذه زائد عشرة صار اوف 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 شوف الاسس من كريستيانو لجونيور رونالدو بوم صار زائد عشرة على نادي الهلال. ان شاء الله نجيب الفوز بهذه المباراة والله الانهاء كان رهيب شوف يا رهيب حلوة فوفانا يتدخل كريستيانو كريستيانو العاب بوم حلو جول ما صنع ولا تدخل به هذا الهدف ولا شارك به جونيور لكن 3-0 حلوه على الهلال حلو ساديو ماني حلوه راح 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 هرب اوكي تقدر تمر روح
روح يا سلام. الله هاتريك 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 هاتريك، زادت 5 بهذا الجول وزاد 15 مجموع اهداف اليوم، وعطنا السي. ها لا يا حكم، لمسة يد على أليكس تيليس، يا رب الصدالها. نيمار 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 قد تقلص الفارق بهذا الوقت شوية، راح يعطيها صعوبة للمباراة. من هنا من هنا من هنا. حلو جول حلو جول حلو جول حلو جول حلو جول حلو جول حلو جول. والله 5-1 على الهلال، ما أعرف كيف صارت هذه النتيجة، لكن زائد 20 حصل بهذه المباراة رونالدو جونيور. يا سلام. لا 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 يجي جول، لا 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 5-2. لا اوه والله نسيت الدفاع. 5-3. لا اوه والله انهيار انهيار انهيار. شباب ركزوا رجاء. لا 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 الله ستر الله ستر الله ستر الله ستر, الله ستر. خلاص انتهت المباراة، فزنا 5-3 زائد 5 على الانتصار، وبهذا رونالدو جونيور ياخذ زائد 25. يا شباب وصلت طاقة اللاعب لل 84، ومثل ما تشوفون الطول بعد زيادة 25 سنتيمتر صار طوله 197 والوزن 80 كيلوغرام. وطبعا مثل ما تشوفون يا شباب نقلنا اللاعب لريال مدريد، هو قلب هجوم ريال مدريد حاليا. تشكيلة ريال مدريد مرعبة بوجود جونيور كريستيانو، واكيد اول مباراة لريال مدريد كلاسيكو اوروبا ضد بايرن ميونخ. الحماس ألف، دخلنا المباراة نهائي دوري الأبطال ضد بايرن ميونخ ورونالدو جونيور عملاق. يا شباب خلي نشوف كيف طول اللاعب راح يكون. يلا يا جونيور يلا يلا. الله أول رأسية يسجل يا شباب بعد طول 197، يلا قدر يسجل أول رأسية. يا السلام يا السلام. روح جونيور روح، أنت أسرع أنت أسرع أي أسرع 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 أسرع. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. يلا افا افا افا. والله نوير الصدالها. خلاص انتهت المباراة، فوز زائد 5 والهدف، صار عندنا زائد 10 بهذه المباراة، راح يوصل طوله 207 سنتيمتر. مثل ما تشوفون رونالدو جونيور وصل للطاقة 88، طول حاليا 207 سنتيمتر والوزن 90 كيلوغرام. وهسه مباراتنا نصف نهائي دوري ابطال اوروبا ضد مانشستر سيتي. اوكي مثل ما تشوفون رونالدو جونيور صار عملاق 207 سنتيمتر، يعتبر اللاعب عملاق يا شباب. وولكر بالنسبة له قصير جدا، لكن هنا ينطلق عندنا العملاق هالاند. اتدخل لا 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 لا, لا يجي جول. الله ستر. حلو روديجير هي لا 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 سجل. الله ما اريدك الشوت يا الفيني، انتظر شوي. طبعا اريد جونيور يسجل حتى يتطور. حلوه فيدي جونيور. الله يا سلام يا سلام يا سلام. عطنا سي عطنا سي عطنا سي عطنا سي عملاق عطنا سي عملاق. 207 سنتيمتر ويزداد 5 بهذا الجول، والله راح يصير طويل جدا يا شباب للمباريات القادمة. باقي عنده مباراتين، واحدة ضد برشلونة والأخيرة راح تكون مع منتخب البرتغال. شوف 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 جونيور شوف جونيور. بوم يا سلام. فيني فينيسيوس 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 العب الجونيور. هي دبل كيك. يا الله كان زاد 15 سنتيمتر. يلا يا جونيور يلا يا جونيور. يوهو اوف 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 اوف. والله هدف عالمي. عطنا سي عطنا سي. ماكو سي يلا ماكو سي، لكن والله الجول عالمي يا جونيور كريستيانو. هدف دبل كيك زائد 15 سنتيمتر. شو 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 بوم. والله دبل كيك على اصوله خلك طاير. يا الله يا الله يا الله. هاي كلها طوله حاليا فقط 207 سنتيمتر، كيف راح يكون بالمباراه الجايه؟ مثل ما تشوفون فوق الطول حاليا راح يزيد 20 سنتيمتر يا شباب. اوكي نحاول نفوز بالمباراة حتى يحصل بعد 5. تخيلوا كيف راح يكون المباراة القادمة. طبعا نهائي المباراة القادمة راح تكون نهائي دوري ابطال ضد برشلونة، بس لازم نفوز بهاي المباراة اكيد. حلوة يلا يلا يلا. بيلي بيلينغهام بيلينغهام يلا سجل 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 سجل. ماكو اوفسايد. حلو النتيجة حاليا 3-0. فالفيردي سجل. للأسف يا شباب ما نحسب شيء جونيور. خلاص انتهت المباراة 3-0 وفزنا، والفوز عليه زائد 5. صار المجموع بهذه المباراة زائد 25. يلا نروح نلعب نهائي دوري أبطال. شوف طوله مع طول فالفيردي والله عملاق. مثل ما تشوفون كريستيانو جونيور وصل للطاقة 91. طول اللاعب حاليا 232 سنتيمتر، الوزن 125 كيلو، والمباراة قبل الأخيرة نهائي دوري الأبطال ضد برشلونة. المرة رونالدو جونيور عملاق 232 سنتيمتر. تخيلوا يا شباب يعني اللاعب راح اوه شوفوا
اوف 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 عملاق 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 داخل الأرضية الملعب. اوف شوف طوله يا شباب، والله اللاعب صار عملاق تدرون. تعالوا شوفوا الطول، تعالوا شوفوا الطول يا شباب، يعني اللاعب حرفيا عملاق. يعني كوندي ضايع، كوندي حرفيا ضايع. اوف هذا بعد ما وصل للماكس، ممكن بهذه المباراة راح نوصله ماكس. الله يستر برشلونة لا يسجلون، الله يستر. حلوة كورتو، حلوة وحش، حلوة. يلا يلا لا والله استلام وتصويب رهيب. حلوة، هذا أسس لو سجلها بيلي، هذا أسس لو سجلها بيلي. يا سلام والله أسس، وهذا أول أسس زائد ثلاثة يحصل عليها الكريستيانو جونيور العملاق. حلوة رونالدو جونيور، جونيور اضرب بوم خطير. الله يستر ليفا، لا 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 لخبطة بالدفاع، هدف التعادل. جونيور جونيور يا شتيغن، يا شتيغن. لا لا يجي، لا يا شباب اوف والله برشلونة راح يفوزون. اخر فرصة، الله دقيقة 88، هي 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 الله. هدف من مهارة، والله رهيب بالدقيقة 88 هدف التعادل. جاي تسوي يا رجل. اوكي يا شباب، وبهذا يكون سجل وحصل على زائد 5، لازم نفوز بالمباراة ونحصل حتى على زائد 5 بعد. اريدك تسجل هذه، ارجوك ارجوك انت. اوه يا سلام، استغل الطول يا حبيبي، استغل الطول. يا سلام عليك، زائد 5 خذ لك بعد. ارجع غطي، لا تنطيهم مجال، لا تنطي مجال، لا لا جاي تسوي. هو راح يخسرنا يا شباب رونالدو جونيور، والله غريب. يا رب يصدها كورتو، يا رب يا رب يا رب، من هنا من هنا من هنا. لا 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 خلاص والله بلنتيات بين ريال مدريد وبرشلونة نهائي دوري الأبطال. يا رب ما يضيع رودريجو، يا سلام تخيلوا يضيعها. والله ضيع ضيع، لا 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 من هنا. حلوة حلوة كورتوا، كورتوا إذا صد الكرة بيدري راح نفوز. جيبها، لا لا لا. كاما فينجا، هل راح يضيع الكاما؟ كاما كاما والله عطيته يا شباب. ما أوهو راح نخسر من هنا، لا خسرنا نهائي دوري الأبطال للأسف. يعني صارت الزيادة عندنا فقط 13 نقطة حصلنا من هذه المباراة. كريستيانو جونيور وصل للطاقة 94، خليه طوله 256 وهو أعلى طول ممكن قدرت أوصل له. وآخر مباراة بمقطع اليوم، منتخب البرتغال ضد الأرجنتين نهائي كأس عالم. مباراة النهائية كريستيانو رونالدو مع كريستيانو جونيور، نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين. انتم متخيلين الطول يا شباب، والله اللاعب عملاق. حلوة، روح كريستيانو جونيور اركض، المفروض سريع انت. العب رونالدو، اسيست اسيست لابوك، اعتقد اوفسايد، اعتقد يا شباب ما ادري، كانما اوفسايد اوفسايد اوفسايد. ايش رايك من هنا؟ من هنا الله والله خطير. لا هذه خطره، لا يا شباب الارجنتين والله تتقدم على البرتغال يا شباب، والله لازم تعادل، لازم تعادل. يعني الارجنتين تفوز وانت موجود بهالطول هذا لاعب، ما اعتقد تفوز، ما اعتقد. يا سلام، يستغل الطول، جن 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 انجن انجن يا شباب، انجن انجن. انا ما معامل اي شيء باليد، يعني هو يركض اللاعب انجن. هذه خطره، هذه لا 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 بلنتي، الله يستر من الطرد. والله يا رب مو طرد، ما اعتقد نطاني طرد. اوكي اصفر، هدف التعادل او هدف الثاني. والله الارجنتين 2 بدون ميسي. جونيور جونيور، الله نزل، حلوة رفع لابنك. فاول فاول فاول، ضربة حرة مكان خطير. يا رب يسجل، بوم جابها مارتينيز. لا زاوية مستحيلة. عن سبب الخسائر يا شباب هو تركيزي على جونيور. يلا على الأقل هسه يسجل لنا جول، سجل على الأقل جول. اي نعم جول، خلاص رسميا يعني خسرنا المباراة 3-2، لكنه سجل هدفين بالنهاية وفرحة. يعني واضح انه اللاعب عمره 14 سنة وطويل، يعني يصير هبيل اذا بهالشكل، ما اعرف ليش. المهم 256 سنتيمتر هو اعلى طول قدرنا نوصل له لكريستيانو جونيور. مثل ما تشوفون اللاعب عملاق، صفر الحكم نهاية المباراة، اغلب المقطع هزائم بسبب تركيزي على هذا اللاعب صاحب ال 14 سنة.